كيف تنتقل بالصناعة بالنشاط السينمائي إلى صناعة سينمائية حقيقية وتربطها بالاقتصاد الوطني، هنا لازم إعادة النظر في ومراجعة كل الميكانيزمات والآليات التي تدور حول هذا النشاط. وميزة هذا النشاط أنه لا يتعلق بقطاع الثقافة فقط، بل هو عنده ارتباط وطيد بجميع الهياكل وجميع القطاعات وجميع المؤسسات. و في النظرة الجديدة للجزائر الجديدة التي نتكلم عنها، التي يمكن في تبسيطها أننا نقول أننا في هذه النظرة أنه لن يكون فرق بين مؤسسة عمومية ومؤسسة خاصة، يعني إعادة النظر وأخلقت العلاقة بين المؤسسات العمومية، يعني تحت الوصاية لوزارة الثقافة خاصة لما نتكلم على مجال السينمائي، والمؤسسات الخاصة والناشطين في هذا المجال اللي هم الشريك الاجتماعي والشريك الاقتصادي. هو سيكون الجامع، يعني مؤسسة شاملة هي الوحيدة التي يخولها أن تسير قطاع السينما في الجزائر من البداية إلى النهاية، وهي التي ستكون يعني تمثل الجزائر خارجا وداخلا، وتكون تحت اتفاقيات، لأنه في الكثير في النشاط السينمائي أنه بمجرد أن تكون هناك اتفاقيات بين مؤسسة عمومية ومؤسسة عمومية في الخارج أو في قطاع في الداخل، سيسهل الكثير من الأشياء. مهام مركز سيكون هو مثلا هو الذي سيقترح على في الجانب في الإطار التشريعي والجانب القانوني، هو الذي سيقترح ديسبوزيتيف ولا دي تكست جوريديك بارابور الوضع الحالي أو الوضع الذي سيعيشه، لأنه هناك في السينما تطورات، يعني هو الذي سيلاحظ هذه التطورات ويقترح نصوص ويقترح تسهيلات ويقترح تحفيزات ويقترح كل الأشياء التشريعية التي تدور بالمجال السينمائي. أيضا هو الذي سيحرص أو يسار على مراقبة النشاط السينمائي داخل الجزائر، هو الذي سيكون مثلا يعطي كل ترخيص وكل ما له علاقة بطاقة الفن بطاقة التقنيين المحترفين السينما، يكون أيضا هو الذي يمول هذه الأفلام أو يسير طريقة تمويل هذه الأفلام. شهادة البكالوريا تخصص فني اللي هو اقترحنا فيه أنه يكون في التخصص هذا ثلاث فروع: سمعي بصري، فنون حية، والفنون الجميلة. أيضا هناك جانب آخر اللي كنا اشتغلنا عليه أيضا، هو الوضعية الحالية للتقنيين والفنانين. فلما كان كاتب الدولة السابق المكلف بالإنتاج الثقافي، اشتغلنا من ناحيتي أنا على وضعية التقنيين وهو على وضعية الفنانين، والآن نحن بصدد تحضير نص قانوني اللي هو قانون الفنان، الذي ممكن في الأسابيع القادمة سنضعه عقيدة دراسة على مستوى وزير الثقافة، ممكن أنها تطرحه للنقاش بشكل عام مع الفاعلين في النشاط الثقافي. حلقة الإنتاج التي تعتمد بالأساس في الجزائر على صندوق الدعم لوفتاتيك، يعني لوفتاتيك في دول أخرى ممكن ما كانش هذا الميكانيزم، لكن في الجزائر دائما الدولة قامت بتدعيم الأفلام وإعطاء هذا الدعم للمنتجين لكي يقوموا بأفلام. لكن المشكل مش في الدعم بحد ذاته، المشكل في الميكانيزم الذي أو كيفية الوصول المنتج إلى هذا الدعم. يعني هنا كان الميكانيزمات ناقصة أشياء حقيقية اللي اشتغلنا عليها مع لجنة مع التنصيب بلجنة جديدة للقراءة وإعانة السينما، باش يكون هناك شفافية، لأنه الكل يتكلم عن الشفافية، لكن الشفافية ما تقدرش تكون حاضرة بدون إعطاء مقاييس واضحة، لأنه الشفافية تمثل في مقاييس هذه تشتغل عليها اللجنة، راحين يخرجوا قريبا باش يعلنوا على هذه المقاييس، وين تكون الأمور واضحة وشفافة، وحتى
بعد يعني ما يخرجوا معناتها بعد ما يتم اختيار الأفلام التي ستنجز بالاستفادة من هذا الصندوق، سيكون الإعلان معناتها في 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 الجرائد ولا في 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 وسائل الإعلام اللي يشاهدوها كامل الناس. إشكالية قاعة السينما في الجزائر أنه لحد الآن وزارة الثقافة تمتلك حوالي 81 قاعة التي ليست معناتها لا تشتغل كامل هذه القاعات. هناك على ما أظن 25 قاعة التي ممكن أن تشتغل على القطر الوطني، هناك حوالي 251 قاعة تابعة للبلديات يعني تابعة تحت وصاية وزارة الداخلية، وقمنا بعدة لقاءات مع وزارة الداخلية لنستطيع أن نجد حلا يربطنا بهذا القطاع الآخر، ويكون حل وطني.